السلام عليكم ورحمة الله مشاهدينا الكرام، نأنس برفقتكم في حلقة جديدة من برنامجنا الحقوقي الإنساني لست وحدك. لا يمكن أن ينسى اليمنيون صرخة الطفل فريد، تلك الصرخة التي أطلقها قبل وفاته متأثرا بجراحه وهو يقول لا تقبروناش. مات فريد ومضى على دفنه عام كامل، عام عانى فيه أقرانه من الأطفال ظروفا مأساوية، منهم من التحق بفريد في مقبرته ومنهم من فقد بعض أجزاء جسده، الآخرون جميعا بلا شك سمعوا أزيز الرصاص، رأوا دماء أبرياء مثلهم تسيل في الشوارع وتعلق على الجدران. أغلقت مدارسهم وقطعت أوصال مدينتهم بنقاط تفتيش صارت تشبه تلك المعابر التي ابتكرها الاحتلال الصهيوني في فلسطين. مات فريد لكن المدينة لم تمت، ظلت ولا زالت تصارع الحصار حينا والقصف حينا آخر، وفوق ذلك ما زال مستحق الرعاية محرومين منها. كثير من المساعدات يمنع الحوثيون وصولها إلى المدينة في تعز وإلى كل المدنيين فيها، وتلك جرائم مشهودة وموثقة، لكن هذه المساعدات حين تصل إلى المدينة فإن العشوائية والمحاباة وغياب قواعد البيانات تجعل من وصولها للأشد احتياجا أمرا شبه مستحيل. مشاهدينا الكرام، في الذكرى الأولى لاستشهاد الطفل فريد الذماري نعود لمتابعة حال أسرته، نشاهد هذا الفيلم الذي صوره الزميل أنس الحاج وأعده للعرض الزميل وديعة، ثم نعود. أتمنى يقول يرجع لي يقول لي يا بابا، أقسم بالله أنه وكان فريد يغمي غماية للعيال يلعبوا، وفريد جلس تحت الكنبة تحت البيت حق واحد حق الحارة حقنا يغمي غماية، والعيال تخبأوا ما بقول لفريد جلسته تحت البيت، وقال قطيفة وهو تحت البيت ودوخ وقال وفلتني الحجالة فوق راسه وتعوروا كما وقال قطيفة وتعوروا ثلاثة من جنبه. لما سعفنا من مستشفى الروضة كان أنا ما قال الكلمة لا تقبروناش، لما دخل يتكلم حسيته كأنه بيرجع لي، كان يعني ما في بش حاجة ولا شيء، كأنه يعني لما تكلم لما قال لا تقبروناش حسيت أنه بيرجع لي. فريد كان حقي الكبير، كنت أعمل إن السنة الثانية درسه بالمدرسة، قلت له السنة الثانية كنت بشتري لك شنطة وزمزمية ودرسك مع الأطفال السنة الثانية، كان فرح كان ما بتدرسينا، قلت له أيوة إن شاء الله السنة الثانية. وقضي السنة فريد عند الله خلاص، كان كذا قبل يومين الحادثة حقه إنه كان يقول لي ما بروح بعيد ما برجعش، بروح مكان بعيد ما برجعش، وكان يشرب ما كثير، شربت كذا عطشة استغربت لما شرب الماء نفخت بطنه، قلت له ايش، طلع لي فوق المكتبة استغربت لما طلع فوق المكتبة، لأنه لما يلعب هو أخوه ما يسكش يطلع هذه المكتبة، طلع لك فوق هذه المكتبة قفز من فوق المكتبة لنازل. اللحظات الأيام الأخيرة كان يلعبوا بمرحة، يعني شفتهم ثاني كانوا يلعبوا قدامنا كذا، كنت أشوف تصرفاته ثاني،
كان يعني كان ثاني يعني كنت أشوفه ثاني، ما قدرت أنسه أبدا، لأني ما أشوف الكبة حقه، أشوف الكبد حقه، أشوف الثياب حقه، أشوف الكبة دي كان دائما يلعب به. هذه أمي لما راح مع أمي عدن اشترى له حقه ذي الكبة، دائما لما أشوفه أبكي. كان فريد هادئ يعني، فريد كان ثاني عن أخو، يعني شفته ثاني، يعني حد نفسه طيب. فريد الحمد لله. طف الحين ما نطق كلمة تخبروناش، وكأنما كانت استشعار مبكر يعني. لا تخبروناش كانت كلمة وجهت للميليشيات التي استخدمت الصواريخ واستخدمت أنواع الأسلحة التي كانت تضرب فيها المنازل والأحياء، تقصف فيها المدن. فكانت رسالة توجهها هذول الأطفال، بدلا أن يتوجهوا إلى المدارس ويتوجهوا إلى الحدائق، كانوا يتوجهوا إلى المستشفيات وإلى إجراء العمليات. الحمد لله. نحن الحمد لله، حتى شنو كلنا لقمة وماء، ما نسأل شحا، نحن عزيزين النفس. عائلته عائلة تعبانة يعني بمعنى الكلمة يعني حقيقة. حينما دق كلمة لا تقبروناش، وكأنه كان يعلم أنه لا تقبروناش، أنه هناك ناس سيتاجروا بدمائه وتجارب أسماء باسم الطفل هذا. كنا أثناء تواجد نحن في المنطقة هذه كنا نلاحظ وجود الإعلاميين بنسبة كبير والمصورين وإلى ما ذلك، فسخرت كلمة لا تقبروناش، سخرت أسرة الفريد، أسرة فريد، لكأنما التجارة مشروعة أو لجني المال وسلعة للناس الذين يتاجرون باسم ابن فريد بالشهداء. اتقوا الله في أنفسهم، اتقوا الله في أولادهم. نحن نفتقر من الأشياء الأكل الذي نمشي نوفر لأولادنا، ما حصلناش، لم نجد أي شيء من هذا الشيء من هذا القبيل، ما فيش أي حاجة وصلتنا عندنا هنا. اتقوا الله في أنفسهم. أشتي قل للناس هذوم اللي تاجروا باسم فريد، ليش تاجروا باسم فريد؟ باسم ولدي، روحي وقلبي فريد، ليش تاجروا باسمه؟ يعني شو قولوا يعني؟ قد مات خلاص الله يرحمه، ليش عدهم تاجروا باسمه بدم روح شهيد؟ حسبي الله ونعم الوكيل عليهم. فنحن نوجه رسالة للآخرين الذين تاجروا بدم الطفل فريد، إذا كانوا له شيء حقوق فأعطوا إياه، فلم يعقل أنه يكون قد ظلم في الدنيا وظلم في الآخرة. يعني ظلم في الدنيا من قبل الميليشيات، وظلم في الآخرة في الناس الذي تاجروا بحقه، وليس بس فقط فريد، وأيضا تاجروا بدماء ناس آخرين كثير. حرام عليهم، يعني حرام هذوم، يعني أي حاجة. فريد لا تقبرونا شذي، استغلوا كلمة لا تقبرونا شذي، أنزل الله يعني كلمة يعني رحمة للناس، مش أنه يعني لابني ماس، للناس الأطفال، للناس اللي شردوا، للي أسر شردات أطفال قطعات، حتى لا درجات. أقسم لك بالله في واحد أول أمس نزلوا لي اثنين، وهذا قالوا لي أخي ليش إلا فريد؟ قلت له اتق الله، هذا ابنك، حمد الله أنك لك أولاد، ما جات لكش قذيفة لبيتك، حمد الله أن أنت في عافية، حتى يعني بالموت بعد في بكم يعني حاجة ذا. واحد يقول الحمد لله همشي إن ابنك متعافي منك، أنا اللهم لك الحمد. قال لي فريد عصفور من عصافير الجنة، خلاص فريد كذا فريد. قلت له طيب ليش؟ كانوا شو يودونه طيب مستشفى ثاني؟ قال لقوا قدره، قالين قالوا قدره، القدر بيجي له بأي مكان. أشكر قناة بلقيس لتواجدهم معي ووصولهم إلى المنزل حقي، وأشكرهم لأنهم الناس تعاطوا تواجدهم عندي لكي يظهروا الحقيقة للناس، يعني يشوفوا ايش الوضع اللي انا عايش فيه. عام مر على خسارة هذه الأسرة لولدها، وليتها كانت الخسارة الوحيدة، فقد لحق بهذا الطفل أطفال آخرون، أطفال قتلتهم شظايا القذائف في الأسواق والشوارع والمدارس، بل وحتى غرف النوم. ولا شك تتذكرون كثيرا من القصص الموجعة التي وثقناها في برنامجنا هذا طيلة المدة السابقة، وسنستمر في توثيق جرائم انتهاك حقوق الإنسان حتى لا نجد في بلادنا قضية ظلم ولا قصة انتهاك بإذن الله. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير نعود بعده للاتصال بالمحامي والناشط
الحقوقي مختار الوافي عضو مجلس نقابة المحامين بمحافظة تعز. لا تذهبوا بعيدا. مجدداً أرحب بكم أعزائي المشاهدين، كما أرحب بضيفي المحامي والناشط الحقوقي مختار مهيوب الوافي. مرحباً بك أستاذ مختار. مرحباً بك وبالإخوة مشاهدي قناة بلقيس الفضائية. شاهدنا قبل قليل والد الطفل الشهيد فريد الذماري وهو يشكو من حرمانه من حقه في المساعدة، وهناك الكثير من الشكاوي والقصص الحزينة والمآسي، وأنت أحد النشطاء العاملين في الميدان، هل لديكم إحصائية بالمتضررين فعلا من الحرب والمستحقين لهذه المساعدات؟ يا أخي العزيز، أصبح جميع سكان محافظة تعز ضحايا للحرب وبحاجة للمساعدات الإنسانية العاجلة الكافية سواء في المدينة أو في الأرياف. نعم. ولو تحدثنا عن إحصائيات نستطيع أن نقول أن ما يقارب 300,000 أسرة محتاجة إلى المساعدة داخل محافظة تعز. 300,000 أسرة، كرر الرقم. أسرة 300,000 أسرة أو أكثر من كذا، يعني هذا تقريري، 300,000 أسرة داخل المدينة والأرياف، يعني في محافظة تعز. نعم، في محافظة تعز بشكل عام. نعم، يعني مثلا داخل المدينة 3 مديريات، هي مديرية القاهرة ومديرية صالة ومديرية المظفر، فيها ما يقارب 90,000 أسرة. وبالتالي إن الأغلبية العظمى من هذه الأسر بحاجة إلى المساعدات بسبب الحرب الذي نتج عنه حصار للمدينة إلى الآن، الدمار والخراب الذي لحق بالمنازل والمساكن جراء قصف الأشوائي. نعم. عدم اكتفاء الميليشيات بهذه الأعمال الإجرامية والحربية داخل المدينة وتوسعها إلى الأرياف والقرى، فضلا عن الأوضاع الأخرى، الأزمة الاقتصادية وفقدان الكثير من الناس لأعمالهم التي كانوا يقتاتون منها، إضافة إلى عدم صرف المرتبات حاليا للموظفين. كل هذه العوامل المجتمعة أدت إلى ظروف مأساوية وكارثية في ظل غياب الدور الحقيقي للمنظمات الدولية العاملة في مجال تقديم المساعدات الإنسانية. نعم. يعني ما يصل من مساعدات لا تكفي ولا تغطي هذه الأسر. كنت سأسألك عن هذا الدور وعن تقييمكم للعمل الإغاثي في مدينة تعز. لكي يقيم الإغاثة في المحافظة لابد من توضيح جملة أمور وهي كالآتي: إذا قارنا ما بين عدد الأسر في المحافظة سواء في المدينة أو الأرياف فإن ما وصل من الإغاثة لا يكفي لتغطيتها كاملة. نعم. ثانيا أن الإغاثة إذن هنالك أولا يعني هنالك، اسمح لي أن نتوقف عند هذه النقطة قليلا، هنالك سوء تقدير الاحتياجات في الميدان، هذه هي النقطة الأولى. سأصل لهذه النقطة. تفضل. أنا أقول إنه إن الإغاثة التي توزعت في محافظة تعز في المدينة وبعض الأرياف كانت من بعض منظمات مثل مركز الملك سلمان للإغاثة وبعض منظمات خارجية، لكن أين الإشكالية وأين القصور؟ نقدر نقول أن القصور والإشكاليات كانت في عملية التوزيع، وهذا راجع إلى عدة عوامل: عدم وجود آلية عملية واقعية قائمة على قاعدة بيانات سليمة في توزيع الإغاثة. بالضبط. فضلا عن عدم وجود تنسيق بين المنظمات والجمعيات والمؤسسات التي تعمل في توزيع الإغاثة سواء الداخلية والخارجية. إن غياب التنسيق هذا أوجد نوع من العشوائية تمثل في أن تحصل بعض المناطق والحارات الإغاثة من أكثر من منظمة، بينما حارات ومناطق أخرى لم يصلها أي شيء حتى الآن. هل تقترح لحل هذا الامر؟ نعم، الحلول يا اخي العزيز، احنا قلنا طالما انه غياب تنسيق، يعني الاصل انه تنسيق بين هذه المنظمات العامله، هناك كمنسقيه أو اداره المحافظه تقوم بهذا الدور، المجالس المحليه. نعم. او ما بقي منها مثلا، هناك المجلس المحلي والاداره المعنيه في محافظه تعز مشكوره قامت بابتكار ما يسمى إتلاف الإغاثة، وهذا يضم أكثر من 200 منظمة، لكن أين الإشكالية؟ كما قلت لك، أصبحت يعني لم يضعوا آلية عمل، لم تضع هذا الإتلاف آلية لعمل، يعني يشتغل. نعم. إما بصفة عشوائية أو يقتصر التوزيع على بعض المنظمات هي التي تقوم بالتوزيع. لا توجد هناك، لم يتم عمل آلية
أو نظام داخلي لعمل هذه المنظمات، بحيث أنه تقسم محافظة تعز إلى مناطق مربعاتنا، وكل مربع وكل منطقة يكون من مسؤولية منظمة من هذه المنظمات، وأي قصور يرجع للمنظمة المسؤولة عن هذه المنطقة لمحاسبتها وسؤالها لماذا هناك أسر لم تستلم إغاثة. لكن الآن نتيجة العشوائية من تحاسب؟ كل منظمة في إتلاف الإغاثة، لكن هناك عشوائية في انتقاء المنظمات التي توزع. حارة لم تصلها الإغاثة، حارة تصلها أكثر من إغاثة بسبب العشوائية. أمر مؤسف أن يحدث هذا في تعز التي تعج بعشرات العقول المبتكرة لحلول البلد بشكل عام وليس المحافظة تعز. نتمنى أن يتم تجاوز هذه الإشكالية وأن تصل لمقترحاتك إلى هذا الائتلاف عبر شاشتنا وعبر برنامجنا هذا. لو انتقلنا أستاذ للسؤال، تفضل. هل لديك إضافة؟ هذا ما نتمنى. لا هذا ما نتمنى من إتلاف الإغاثة، بأن يعالج هذه الإشكالية والقصور في عمل آلية واضحة لتوزيع ما يوجد من الإغاثة. نعم، خلال الفترة الماضية كان هناك كثير من النازحين في المدارس، هل تسبب ذلك في تعطيل العملية التعليمية أم أنهم انتقلوا إلى مخيمات أخرى يعني مجهزة للنازحين؟ طبعا في السنة الماضية كان هناك نازحين في بعض المدارس سواء داخل المدينة أو خارج المدينة، وترتب عن ذلك تعطيل العملية التعليمية في تلك المدارس. لكن تم تعليم الطلاب في أماكن أخرى، يعني المدرسة معطل فيها التعليم بسبب وجود النازحين، لكن تم تدريس الطلاب إما في شقق سكنية أو في دكاكين أو في المساجد. أما حاليا وبعد ما استطاعت المقاومة من استعادة الكثير من المناطق التي كان النزوح منها، فقد تم إخلاء تلك المدارس وعاد النازحين إلى مساكنهم، وأصبحت المدارس الآن تعمل في إعادة التدريس وسير العملية التعليمية. وكما تعلم بطبيعة المجتمع اليمني، بناء أغلب الأسر تنزح إلى أقاربها في الأرياف وإلى أصدقائها، ويكون النزوح إلى المدارس بشكل ليس هذا الحجم الكبير كما هو معتاد في بقية الدول. هل هناك مخيمات للنازحين تشرف عليها الأمم المتحدة في تعز؟ لم توجد للأسف الشديد أي مخيمات للنازحين تشرف عليها الأمم المتحدة داخل المدينة وفي المناطق القريبة المجاورة للمدينة أو المناطق المتضررة. كما ذكرت لك كان النزوح لمدارس أو لمساكن أو لأصدقاء، أو هناك من يعيش الآن في مستاجرين بدرومات داخل العمائر، لكن الأمم المتحدة لم تقم بدورها المطلوب في إيجاد مخيمات لإيواء النازحين وتوفير كافة المساعدات والحماية الإنسانية سواء ماء، غذاء، دواء، وكافة الاحتياجات على ما يبدو على هذه المنظمات. خلال الهدنة الماضية أعلن المنسق الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة أن هدف الهدنة هو إيصال المساعدات إلى مدينة تعز، هل حدث ذلك؟ هذا كان كلام في الإعلام وكلام تروجه الأمم المتحدة، لكن للأسف الشديد ليس لديها الجراءة تقول أو تعترف بأن ميليشيا الحوثي رفض دخول مناديرها في منطقة غراب، المنطقة التي تحاصر منها مدينة تعز. لم يسمح لمندوب الأمم المتحدة من الدخول إلى المدينة، فلا بالك بادخال المساعدات. إذن لم يصل شيء من تلك المساعدات، ونحن نتحدث عن سوء توزيعها أيضا. مساعدات من المنظمات الدولية خلال فترة الهدنة لم يصل أي مساعدات إلى المحافظة. ماذا عن الطريق المفتوح الآن إلى عدن؟ هل هناك أي إجراءات حكومية لاستغلال هذا الفتح الجزئي للحصار؟ طبعا إجراءات المواطنين التجار في من بشكل شخصي، لكن بشكل حكومي وبشكل مؤسسي تابع للسلطة الشرعية كقوافل إغاثة أو أدوية للمستشفيات أو من هذا القبيل، هل هناك أي تحرك حكومي على هذا الخط المفتوح؟ لا لم نلمس أي تحرك حاليا. خلال من بعد ما فتح خط الضباب لا نجد أي تحرك جاد حقيقي لإيصال مساعدات حقيقية لأبناء المحافظة. لا ما يصل يا أستاذي العزيز عبارة عن أشياء لا تذكر، إما بمجهودات شخصية أو تجار أو حتى جانب حكومي، لكن ضئيل جدا. نعم، هل لديك أي رسالة تود أن توجهها عبر منبرنا هذا؟ رسالتي للحكومة الشرعية نقول لها بأن تعز
سنتين من الحصار والتبويع والقصف والدمار والتشريد في المدينة والأرياف. نعم. أصبحت أوضاع الناس المعيشية والصحية مأساوية، وبالتالي يتوجب عليها فك الحصار وتحرير المحافظة من الميليشيات الانقلابية دون الالتفات إلى أي ضغوطات دولية كما نسمع، إضافة إلى القيام بمسؤوليتها ومع المنظمات الدولية العاملة في مجال توفير المساعدات والحماية للنازحين، لأن هذا متوجب قانوني على هذه المنظمات بموجب القانون الدولي والمبادئ التوجيهية لهذه المنظمات والمتمثلة في تقديم الحماية والمساعدة سواء أثناء النزوح بالإشراف وإعداد المخيمات وتوفير التغذية والسبل المعيشة اللازمة أو بعد انتهاء النزوح وهذا في إعادة هؤلاء النازحين إلى مناطقهم وتوفير مناطق آمنة لهم وإعادة دمجهم في المجتمع. أدوار متكاملة ومتناسقة تتوجب على هذه المنظمات. جاء في تقرير أذكر بأنه جاء في تقرير الفريق المعني بحركة السكان، نعم، وهو فريق تقوده مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة، أن النزوح في اليمن حركة داخلية وأن يؤثر على المجتمعات المضيفة إذ تزيد الضغوط على مواردها الضئيلة، وأن ما يقارب من 62% من النازحين يقيمون لدى أقاربهم وأصدقائهم. هذه المعلومات الدقيقة وهذه التقارير الدقيقة يعني بأن هذه المنظمات على اطلاع عن كثب بأوضاع اليمنيين والنازحين وما يعاني منه جميع سكان اليمن، ليس محافظة تعز بل جميع النازحين. نعم. في الجمهورية اليمنية، ومع ذلك لم تتخذ الإجراءات الكفيلة لتقديم المساعدات والحماية اللازمة لهؤلاء النازحين كما هو متوجب عليها قانونا، إنما هي تقارير للاستعراض وأمام العالم بأن هذا الوضع، لكن ما هو عمله؟ ماذا تعمل هذه المنظمات وماذا تقدم من خدمات؟ لا يوجد. نعم، وصلت الرسالة، نتمنى من المعنيين التحرك في هذا الجانب ومحاولة استغلال كل متاح لإنقاذ مدينة تعز وأهلها. المحامي والناشط الحقوقي مختار مهيوب الوافي، عضو مجلس نقابة المحامين في تعز، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، ننتقل لمشاهدة هذه المادة ثم نعود. للأشخاص المحميين في جميع الأحوال حق الاحترام لأشخاصهم وشرفهم وحقوقهم العائلية وعقائدهم الدينية وعاداتهم وتقاليدهم، ويجب معاملتهم في جميع الأوقات معاملة إنسانية وحمايتهم بشكل خاص ضد جميع أعمال العنف أو التهديد وضد السباب وفضول الجماهير، ويجب حماية النساء بصفة خاصة ضد أي اعتداء على شرفهن ولا سيما ضد الاغتصاب والإكراه على الدعارة وأي هتك لحرمتهن. ومع مراعاة الأحكام المتعلقة بالحالة الصحية والسن والجنس يعامل جميع الأشخاص المحميين بواسطة طرف النزاع الذي يخضعون لسلطته بنفس الاعتبار دون أي تمييز ضار على أساس العنصر أو الدين أو الآراء السياسية، على أن لأطراف النزاع أن تتخذ إزاء الأشخاص المحميين تدابير المراقبة أو الأمن التي تكون ضرورية بسبب الحرب. لا يجوز استغلال أي شخص محمي بحيث يجعل وجوده بعض النقاط أو المناطق بمنأى عن العمليات الحربية. طرف النزاع الذي يكون تحت سلطته أشخاص محميون مسؤول عن المعاملة التي يلقونها من وكلائه دون المساس بالمسؤوليات الفردية التي يمكن التعرض لها. تقدم جميع التسهيلات للأشخاص المحميين ليتقدموا بطلباتهم إلى الدول الحامية وإلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر والجمعية الوطنية للصليب الأحمر التابعة للبلد الذي يوجدون فيه، وكذلك إلى أي هيئة يمكنها معاونتهم، وتمنح هذه الهيئات المختلفة جميع التسهيلات لهذا الغرض من جانب السلطات، وذلك في نطاق الحدود التي تفرضها المقتضيات العسكرية أو الأمنية.
وهكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامجكم لست وحدك. نذكركم بأن وسائل التواصل مفتوحة من خلال الإيميل الظاهر أسفل الشاشة أو عبر صفحتنا على الفيسبوك، كما يمكنكم مشاهدة الحلقات السابقة من البرنامج على قناة بلقيس على اليوتيوب أو قناة البرنامج على التليجرام. بأمان الله.